السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا الصف السادس الإعدادي. اليوم نريد نكمل السلسلة اللي بديناها اللي هي فيما يخص منهج الصف السادس ونعيد شرح المواضيع. وهذا لا تسألنا يقول لك الموضوع شرحه يعني عدة مرات، ليش تعيد وتكرر بيه؟ احنا لما نشرح الموضوع نشرحه بطريقة أو بطريقتين وثلاثة، يعني ننوع بالطرق. الطالب يعني ما يقدر يحفظ طريقة واحدة، يعني الناس أجناس، أكو واحد يفهم بالطريقة الإلكترونية، واحد يفهم على الحاسبة، واحد يفهم إلا على صبورة، فنحاول ننوع. هاي من ناحية، من ناحية ثانية الأستاذ لا ما لازم يصير مستبد بطريقة واحدة ويجبر طلابه على هاي الطريقة. حاول ينوع بالمواضيع مالته، يعني من يشرح الموضوع يشرحه بطريقة، من يعيد الموضوع يعيده بغير طريقة. أحيانا نروح للإنترنت نتعلم من هواي أساتذة، نطور مهاراتنا، نجي نقدم لكم الدرس بطريقة أسهل وأسهل وباللي يفيد الطلاب ونشمل كل الموضوع. اليوم نتكلم عن صفة الـ ING وصفة الـ ED بالتفصيل الممل. صفة الـ ING والـ ED عندنا هنا صفة أحيانا نحط لها ING وأحيانا نخلي لها ED. شنو الفرق بين صفة الـ ING وصفة الـ ED؟ نغير اللون الأحمر لأن ما يبين بالصبورة. على العموم صفة الـ ING تعبير عن مستلم الشعور وصفة الـ ED عن مصدر الشعور. طيب هنا شو راح يفيدنا بالامتحان؟ هنا عدة طريقتين، الطريقة الأولى هي الطريقة القواعدية لمعرفة إنه هاي الصفة مصدر أو مستلم الشعور. ثاني شيء عندك الترجمة الاحترافية، لازم تصير ترجمتك احترافية يعني بمستوى عالي جدا. طيب هسه الترجمة الاحترافية راح نخليها بعدين، نجي على الطريقة القواعدية. الطريقة القواعدية إذا افترينا العراق كله وسألنا أي طالب يابا شنو فرق الصفة الـ ING عن صفة الـ ED، رأسا وبدون تفكير راح يجاوبك إذا كان الفاعل عاقل ED وإذا غير عاقل ING رأسا. طيب هنا ما نقول الجواب خطأ، الجواب صحيح، لكن نجعل المشاكل اللي عندنا. نقدر نقول شلون يقولون جماعتنا أهن الطلاب لازمين السالفة من ديرها، ما يدرون شنو القصة، فاحنا راح نعلمكم شنو السالفة. أولا إذا جاء بعد الفراغ اسم، هنا مباشرة راح نخلي الـ ING. طيب هسه واحد من الطلاب يسأل استاذ انت قلت اذا جاء بعد الفراغ اسم راح نخلي الـ ING. نعم. طيب هذا الاسم عاقل او غير عاقل؟ حيا الله، العاقل نخلي له ING والغير عاقل نخلي ING. نعيد، اذا جاء بعد الفراغ اسم عاقل او غير عاقل راح نخلي الـ ING. يعني مثلا she is a فراغ اي ام girl amazing. طالما عندنا بعد الفراغ اسم راح نخلي الـ ING، she's an amazing girl. طيب هاي الناحية. طيب خلينا ناخذ جملة على غير عاقل، مثلا it is an فراغ car. ايضا amazed لو amazing هنا راح نختار الـ amazing. مرة أخرى نختار الـ amazing. السبب ليش amazing؟ لأن عندنا اسم بعد الفراغ. هنا شوف هنا عاقل خلينا ING وهنا غير عاقل خلينا ING. طيب هنا يجي السؤال اللي يسألوه الطلاب، أستاذ واللي ما عنده ترجمة شلون راح يعرف الاسم ING لو ED؟ هنا ما تحتاج ترجمة. ليش ما نحتاج ترجمة؟ لأن أنتم بتعرفون الأسماء من أساسها. يعني مثلا خلينا ناخذ جملة، على سبيل المثال أريد أخترع لكم جملة خارجية، مثلا they are for parents.
واضحين؟ كي therefore parabens. القاعدة تقول إذا جاء بعد الفراغ اسم نضع الـ ING. دقيقة أستاذ أوضب سينا إحنا شو نعرف من هذا الاسم ونعرف الترجم؟ طيب نسأل نفسنا سؤال، هذه الكلمة هل هي حرف جر؟ كلكم تعرفون حروف جر؟ ليست حرف جر. هل هي ضمير؟ لا مو ضمير. He, she, it, I, you, me, they, why, my. هذا مو ضمير كلكم تعرفوها. هل هي ذات ربط؟ When؟ لا مو ذات ربط. وايل لا كلكم تعرفون ادوات الربط. طيب هل هي فعل؟ الفعل لا ياتي بعد الصفه، يعني تامن انه هاي مو فعل. اوكي مو فعل. هل لا تشاشنية. هل هي صفه؟ ايضا الصفه لا تاتي بعد الصفه مباشره الا يكون بيناتهم اند. اوكي اذا ذات ربط اذا مو هاي شنو؟ اذا ما بقت قدامك غير فقط الاسم. يعني بمختصر الحديث إن لقيت إذا لقيت كلمة ما تعرفوها يعني هاي اسم. هاي أتكلم في حدود المنهج. أوكي هسه نجي ما دام إحنا pyramid معناها أهرامات. أوكي pyramids ما دام إحنا عندنا اسم إلى راح نخليه ing interesting amazing تبي تقول عليها boring ولو هي boring ما تجي على العموم. أوكي إذا هاي القاعدة الأولى اللي يجهلوها الطلاب. اوكي تي هنا نجي المن نجي القاعده الاخرى. استاذ رحنا ورا الفراغ وما لقينا اسم شو راح نسوي؟ اوكي هسه هون القاعده اللي يعرفوها الطلاب. اثنين عند عدم وجود اسم بعد الفراغ او الصفه. عند عدم وجود اسم نذهب للفاعل، نروح نسير على الفاعل، نشوفه عاقل راح نخلي له ايدي وغير عاقل راح نخلي اي ام جي. حاليا هو هذا الموضوع. خلينا ناخذ التمرين بالكتاب وناخذ التمرين بعض الامثله الوزاريه حتى ننتقل الى بعض المشاكل اللي يعانون منها الطلاب، وهي مثلا نجي على هاي الجملة. أحتاج إلى هاي الجملة والله مبينة. نتفرج على شوية. تمام. هنا عندنا interested لو interesting. ال N ليست اسم نذهب للفاعل. الشي عاقل. عند عدم وجود اسم نذهب للفاعل، اذا الفاعل عاقل راح نخلي ايدي، نجي على الثانية. الثانية عندنا فيلم، الفيلم اسم واذا جاء اسم بعد الفراغ راح نخلي الاي ان جي. اوكي؟ نجي الى رقم ثلاثة، رقم ثلاثة عندنا اسم لا، عندنا نقطة. يعني ما عندنا اسم، انتهت الجملة ماكو اسم، لا اسم ولا غير شيء. نذهب إلى الفاعل، عاقل أو غير عاقل this box العفو بوك. ما دام البوك عاقل راح نخلي شنو؟ لا آسف البوك غير عاقل راح نخلي الـ ING. طيب هذا اللي يردوه من عندكم بالكتاب المنهج والوزاري وما طالعين خارج المنهج. خلينا ناخذ مثال وزاري، يعني كل الطلاب ترغب سنة 2019 يردون يشوفون شنو اللي جاينا من عندها الشاملة روح سنة 2019. نعم 2019 تمهيدي ما جانا هذا الموضوع. 2019 الدور الأول. نعم هي جتنا مثال مالت البوك. شوفوها هنا أنا ما دام ما عندنا اسم نذهب للفاعل، إذا الفاعل غير عاقل راح نخلي الـ ING. أوكي 2019 الدور الثاني اجبنا على شكل اختيارات. 2019 الدور الثالث. نعم اجبنا هاي النقطة الرابعة. النقطة الرابعة يقول frightening frightening. احنا راح نذهب الى الكلمة بعد الفراغ اللي هي الوين. الوين اداة ربط. اذا ما تبيني عند عدم وجود اسم بعد الفراغ نذهب للفاعل، واذا كان الفاعل عاقل راح نخلي الاي دي. هنا frightening. اوكي هذا اللي يحتاجه الطلاب.
نجي إذن إلى المشكلة اللي زرعوها بعض الأساتذة للأسف خلال السنة الدراسية، أن يجيبون للطلاب جمل مركبة. شلون يعني جمل مركبة؟ مثلاً I saw a monkey. Which is فراغ. Okay. Amazed لو amazing. الطالب مثل ما قلنا لكم في العراق كله انه يذهب للفاعل، اذا شاف الفاعل عاقل راح يخلي ايدي، فهنا راح يخلي amazed. اجابته غلط، ليش؟ لان هنا جاب جمل مركبه. شلون يعني جمل مركبه؟ I saw monkey هاي جمله، انا رايت قردا هاي جمله. الجمله الثانيه اللي هي monkey بس معوضه بالwhich، monkey is amazing. ليش؟ القاعدة نفسها عند عدم وجود اسم نذهب للفاعل، الفاعل راح يكون هذا اللي هو الغير عاقل راح نخلي ing، لكن الطلاب الأساتذة للأسف شوشوا على الطلاب بهذا الموضوع. طيب هذا الموضوع ما يجي بالوزارة، هذا الموضوع ما موجود عندكم بالكتاب المنهج المقرر من قبل الوزارة، ولا مرة اجي بالوزارة، فما أعرف ليش يدرسوا للطلاب. هناك أكو بعض الأساتذة يقول من باب الاحتياط للطلاب حلمون يتطورون. هسه احنا ما نقدر نذكر شيء، اذا اريد اذكر اشياء من باب الاحتياط معناها راح نشرح اشياء ما تخطر على البال، واحتمال نشرح اشياء حتى الاساتذه نفسهم ما يعرفوها. طيب ليش اطلع خارج منها؟ اوكي، على العموم طلابنا الاعزاء، اذا عجبكم الفيديو سووا له لايك، انشروا بين اصدقائكم، واذا انت على اليوتيوب سووا اشتراك قناتنا الجديده. شكرا جزيلا. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so fine. Everybody asks me how I know. I smile at them and say she told me so fine.